تعال نكمل مع بعض كده والدرس الثالث اللي بيتكلم عن المكونات الخلية. اتفقنا مع بعض يا أولاد إن أنا عندي كائنات وحيدة الخلية زي البكتيريا، ودي بتكون دقيقة جدا ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وعندي كائنات عديدة الخلايا زي الإنسان الحيوان النبات، وده طبعا احنا خدناه بالتفصيل في الحصة اللي فاتت. طب تعالوا نعمل أمثلة كده للكائنات عديدة الخلايا اللي منها الإنسان. طبعا بنبتدي بجسم الإنسان. جسم الإنسان بيبدأ يتفرع إلى أجهزة فرعية، منها جسم الإنسان بيديني مستوى أقل منه شوية اسمه الأجهزة. بعد كده الأجهزة بتبدأ تتكون لي من أعضاء، وكل عضو باخده العضو ده بيتكون من مجموعة من الأنسجة، والنسيج ده لما أعمل له فحص هجد أنه بيتكون من نظام أكثر أو أقل أو أصغر هو الخلية. اللي أنا أرجع أقولك إيه، إن الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي. طب المستويات دي زي ما احنا شايفين مع بعض كم مستوى؟ هما 5 مستويات لبناء الكائن الحي. الأكثر تعقيدا هو جسم الكائن الحي، نظام كامل جسمي ده أكثر تعقيدا، لكن الأقل أو الأبسط في التعقيد هو الخلية، ولكن الاتنين من حيث التعقيد هما أنظمة معقدة. لكن من حيث مستوى التعقيد هقول لك ان جسم الانسان هو الاكثر تعقيدا والخليه هي الاقل او الابسط تعقيدا. جسم الانسان يا اولاد بيتكون من حوالي 40 تريليون خليه، ده جسم الانسان. طيب خدنا مثال زي جسم الكائن الحي او الانسان، وقلنا للانسان ده جسمه ده النظام الرئيسي، اما الانظمه الفرعيه اللي بتخرج منه فهي الاجهزه. والأجهزة دي لو خدنا كده مثال زي الجهاز الهضمي، ده جسم الإنسان ده نظام رئيسي بيخرج منه نظام فرعي وليكن مثلا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيتكون من مجموعة من الأعضاء وليكن منها المعدة، وطبعا ده يا أولاد مش جديد عليكم واحنا خدناه في سنة رابعة. والمعدة دي لما نيجي ناخد منها أقل أو نظام أبسط أو مستوى أبسط من المستويات في التركيب هو النسيج. لما النسيج نوصل لأبسط المستويات هي الخلية. يبقى نقول مع بعض كده النظام الرئيسي هو جسم الإنسان، نظام فرعي الجهاز الهضمي، ناخد عضو منه هو المعدة، ثم الأبسط النسيج، ثم الخلية. تعالوا نطبق اللي احنا قلناه ده على كائن حي آخر وهو النبات. لو أنا قلت لك ده كائن حي مجموع خضري، كائن نبات كامل. المجموع الخضري طبعا المصطلح اللي أنا بقوله ده يا ولاد مش جديد عليكم، اخدينه في سنة 5 المجموع الخضري والمجموع الجذري. طب المجموع الخضري ده اللي هو الكائن النباتي اللي قدامي بيتكون من حاجة أقل اللي هي الورقة، خدنا منها الورقة اللي هي بتتكون من النسيج ثم في الآخر الخلية النباتية. يبقى هنا نبات كامل بسميه المجموع الخضري، ناخد مستوى أقل شوية هو العضو ثم الأنسجة ثم الخلية. في مصطلحات مهمة يا شطار لازم نتعرف عليها عشان نبدأ نستخدمها واحنا بنطلع التفسير العلمي واحنا بنكتب المفاهيم بتاعتنا بنجمع الأدلة، فلابد من استخدام المصطلحات البسيطة دي أو المفاهيم. المفهوم الأول اللي احنا اتكلمنا عنه هو إن الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي. طب في حاجة أقل بقى، هل الخلية في تركيب أبسط جواها؟ ايوه، التركيب اللي جوه الخليه بسميه العضيات. اذا العضيه هي تركيب داخل الخليه له وظيفه محدده، وظيفه خاصه. يبقى خدنا مفهوم الخليه ومفهوم اخر العضيه. طب ايه الفرق يا معلمه؟ حضرتك قلتي دلوقتي عضو وعضيه، ايه الفرق بين الاتنين يا شطار؟ يلا نفكر مع بعض كده. العضيه زي ما احنا لسه قلنا عليها دلوقتي ده تركيب داخل الخليه له وظيفة خاصة زي النواة، يبقى إذا ده واضح إن هو أصغر بكتير من الخلية. لكن العضو ده أنا لسه قايلة لك دلوقتي العضو ده عبارة عن مجموعة من الأنسجة وذكرنا منها الجهاز الهضمي اللي خدنا منه عضو زي عضو المعدة. يبقى هنا والعضو على فكرة عضو المعدة أنا بشوفه بعيني المجردة، لكن العضية التركيب اللي جوه الخلية ده لا يرى بالعين المجردة، ده داخل الخلية. تمام، نستكمل مع بعض كده بعض المفاهيم اللي احنا نركز عليها ونستخدمها عند النسيج. النسيج يا شطار عبارة عن مجموعة من الخلايا المتماثلة أو المتشابهة داخل الكائن الحي بتكون متجمعة وبتؤدي نفس الوظيفة.
تمام يا شطار؟ طيب نشوف كده مع بعض بعض العضيات الموجودة في الخلية زي البلاستيدات الخضراء. والبلاستيدات الخضراء دي موجودة في النبات، دي بسميها خلايا متخصصة لأنها بتقوم بوظيفة معينة ولها تركيب معين عشان يساعدها على أداء هذه الوظيفة. الخلايا المتخصصة اللي هي البلاستيدات الخضراء دي يا أولاد موجودة زي ما قلنا في النبات، بتقوم بعملية اسمها عملية البناء الضوئي، والبناء الضوئي برضو مصطلح مش جديد عليك، انت خدته قبل كده. والتركيب ده موجود فيه صبغ معين اسمه صبغ الكلوروفيل اللي بيمتص ضوء الشمس عشان يقدر يقوم بعملية البناء الضوئي. طيب هل الخلايا المتخصصة دي موجودة في النبات فقط؟ لا، موجودة كمان في الحيوان. فأنا لو اتكلمت عن الخلايا المتخصصة اللي موجودة في الإنسان مثلا، عندي خلايا العظام، وعندي خلايا العضلات، وعندي خلايا الدم الحمراء، دي كلها يا أولاد خلايا متخصصة، يعني متخصصة في نوع معين من الوظائف. ما يقدرش أي نوع من الخلايا اللي موجودة في جسمي يقوم بوظيفتها، هي خلايا متخصصة لنوع معين من الوظائف في جسم الكائن الحي. طب تعالوا نشوف مع بعض كده سؤال بيقول لي ليه احنا بنعتبر الخلية نظام؟ نفتكر مع بعض، النظام بتبقى عبارة عن مجموعة من الأجزاء بتتعامل مع بعضها لأداء وظيفة معينة. طب الخلية، هل الخلية بتقوم بنفس الكلام اللي أنا بقوله ده؟ قال لي أيوة، الخلية جواها مجموعة من العضيات اللي بتعمل مع بعض في تناسق عشان تحافظ على الخلية. عارفين يا أولاد لو مفيش تناسق بين العضيات الموجودة جوه الخلية، الخلية دي هيحصل لها خلل ويبدأ بقى تصاب الأمراض، تصاب التلف. لازم جميع العضيات تقوم بإيه؟ بعمل تناسق فيما بينها عشان تحافظ على الخلية. عشان كده أنا بقول لك إيه، أنا بعتبر الخلية نظام. نستكمل مع بعض كده ونشوف سؤال كمان، ما الأنظمة اللي هي الأجهزة التي تحافظ على الكائنات الحية عديدة الخلايا على قيد الحياة؟ خلي بالك أنا هتكلم عن الإنسان هنا، هو في أنظمة، احنا زي ما اتفقنا مع بعض إن الإنسان ده نظام رئيسي، جسم الإنسان نظام رئيسي بيخرج منه أنظمة فرعية اللي هي الأجهزة. تعالوا نشوف مع بعض بعضها أجهزة أخدناها السنين اللي فاتت، وبعضها أجهزة هناخدها إن شاء الله خلال المفاهيم القادمة. عندي الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، العضلي الهيكلي، الجهاز التنفسي، الجهاز الهيكلي. كل ده يا ولاد، جميع الأجهزة دي كل جهاز له وظيفة محددة بتساعد على حياة الكائن الحي اللي هو الإنسان. يعني لو اتكلمنا مثلا عن الجهاز الهضمي، كان وظيفته يا أولاد إيه؟ هضم وامتصاص الطعام، دي الوظيفة المنوطة ليه. لو ما قامش بالوظيفة دي، تفتكر جسم الإنسان هيبقى في حالة سوية؟ يعني هيبقى سليم وصحيح؟ أكيد هيتعرض لبعض المشاكل. طب لو جينا لجهاز تاني زي الجهاز الدوري، الجهاز الدوري ايه؟ ده عبارة عن مكونات دم بيتحرك جوه الجسم، الدم ده محمل بأكسجين ومحمل بغذاء مهضوم وعايز ينتشر في الجسم عشان يودي الحاجات دي للخلايا عشان يدي الطاقة عشان يبدأ يتحرك، يبدأ يؤدي وظيفته. ايضا لو جهاز فرعي زي ده أصاب بخلل او اتصاب بأي مرض، اكيد هيؤثر على الجسم الرئيسي او النظام الرئيسي اللي هو جسم الانسان. وكل اللي انا قلته ده على كل جهاز من الاجهزة ده، ممكن تقول اللي له وظيفة. لو اي جهاز من الاجهزة دي ما قدرش يحافظ على نفسه، او انت كانسان ما قدرتش تحافظ على اجهزتك الفرعية دي، الجهاز ده هيتضرر، وبالتالي هيؤثر على النظام الرئيسي اللي هو جسمك. تمام يا شطار؟ طيب نتنقل لوظائف مكونات الخلية. احنا طبعا عرفنا برضو من بداية المفهوم ده ان انا عندي نوعين من الخلايا، خلية نباتية وخلية حيوانية. الخلية النباتية هي وحدة بناء النبات، اما الحيوانية فهي وحدة بناء الحيوان. الخلية سواء كانت نباتية او حيوانية، بيقع في عضية من العضيات بتقع في المركز كده، في مركز الخلية، تقع في مركز الخلية. النواة دي هي اللي بتتحكم
في العضيات الموجودة داخل الخلية. يعني نقول كده ايه، المايسترو بتاع الخلية هو اللي بيتحكم، الرئيس بتاعهم كده بيتحكم في عمل جميع هذه العضيات. طب ننتقل لمكون تاني من او المكونات او التراكيب اللي موجودة داخل الخلية. الخلية النباتية والحيوانية فيها سائل كده هلامي اسمه السيتوبلازم. السائل الهلامي ده بتسبح في مكونات الخلية، وطبعا هنعرف معلومات عنه أكبر في الدروس القادمة. نستكمل مع بعض كده التراكيب اللي موجودة داخل الخليتين. عندي غشاء الخلية. غشاء الخلية ده يا شطار هو البطانة الخارجية للخلية اللي بتعمل لي كده الخلية من بره. طيب الغشاء المبطن ده بيعمل ايه يا شطار؟ عبارة عن غشاء بيسمح بدخول بعض المواد ولا يسمح للبعض الاخر. عشان كده بقول ان غشاء الخلية ده يا اولاد بيتميز بان له اختيار ونفاذية، بيتميز بالنفاذية الاختيارية. ليه؟ يعني ايه النفاذية الاختيارية يا شطار؟ يعني يا معلمة بيسمح بدخول بعض المواد اللي الخلية عايزاها ولا يسمح للبعض الآخر. البعض الآخر ده قد يضر بالخلية، قد يكون زائد عن الخلية فلا يسمح بدخوله إيه؟ جوه الخلية. يبقى إذا معلومة مهمة لازم تعرفها عن غشاء الخلية، إن غشاء الخلية ده بيتميز بالنفاذية الاختيارية. يعني إيه النفاذية الاختيارية يا شطار؟ يعني يسمح بدخول بعض المواد ولا يسمح للبعض الآخر بالمرور داخل الخلية. نستكمل مع بعض مكونات الخلية. الميتوكوندريا دي جديدة بقى، سمعناها جديدة دي. الميتوكوندريا دي يا ولاد عبارة عن مراكز الطاقة في الخلية، دي بتحول السكر إلى طاقة في الخلية، وبيحدث حاجة فيها كده اسمها التنفس الخلوي. التنفس الخلوي ده عشان يديني طاقة كيميائية أخدها بينتجها من الغذاء في وجود الأكسجين، فالطاقة دي بتديني بتخلي الخلية قادرة على الحياة، قادرة على مساعد القيام بالوظائف الخاصة بالخلية. يبقى الميتوكوندريا هنا ده مركز الطاقة في الخلية، بيحدث فيها التنفس الخلوي. طب بما ان احنا قلنا مصطلح جديد النهاردة اسمه ايه يا ولاد؟ التنفس الخلوي. تعالوا نعرف كده المصطلح ده مع بعض. التنفس الخلوي او التنفس الخلوي عملية استخدام الاكسجين للحصول على مين يا شطار؟ على الطاقة الكيميائية من الطعام حتى تتمكن الخلايا من استمرار في العمل. ما هنا يا ولاد انا عايزة طاقة تساعدني الوقت اللي انا اتكلم، انا عايزة طاقة تساعدني اللي انا اكمل شغلي. الخلية دي هي وحدة بناء جسمي، فالخلية دي كمان هي عايزة طاقة عشان تبدأ هي كمان تقوم بوظيفتها. ما هي لو ما قامتش بوظيفتها، الخلية دي هي وحدة بناء جسمي، فلو توقفت هتتوقف من خلالها بقى، شوف بقى اللي بعدها ايه، النسيج، هيتوقف العضو ثم الجهاز ثم جسم الانسان. اذا اي ضرر بيمس الخلية هيؤثر على مين؟ على جسم الكائن الحي. طب تعالوا يا شطار نشوف مع بعض كده. انا عندي الرسمة دي زي ما احنا شايفين مع بعض، دي خلية حيوانية. من خلال الرسمة دي بقول لك أكمل البيانات اللي موجودة على المخطط التالي. تعالوا نشوف كده. رقم ألف دي بتشير لإيه يا شطار؟ النواة، تمام. طيب رقم باء شايفين بتشاور على إيه؟ ده غشاء الخلية اللي قلنا اللي هو بيتميز بالنفاذية الاختيارية، يسمح بدخول بعض المواد ولا يسمح بدخول المواد الأخرى. بعد كده رقم دال بيشير إلى السيتوبلازم، السائل الهلامي اللي بتسبح فيه مكونات الخلية. بعد كده الجزء اللي احنا خدناه برضو النهاردة هو الميتوكوندريا اللي هو مسؤول عن انتاج الطاقة. طب نشوف مع بعض مخطط اخر للنوع الاخر من الخلايا اللي هي الخلية ايه يا شطار؟ الخلية النباتية. الخلية النباتية اللي عندي برضو هنشاور على مجموعة من العناصر، شايفين هنا ده بتشير الى النواة لان احنا قلنا ده مشترك بين الاتنين. طيب دي بتشير الى حاجة اسمها الفجوة العصارية، وناخدها باستفاضة الحصة القادمة ان شاء الله. تعالوا نشوف برضو هيشير الى السيتوبلازم الموجود في الخلية الحيوانية والنباتية. طيب هنشير الى بعد كده حاجة اسمها الجدار الخلوي. لاحظ ان انا ذكرت الجدار الخلوي يا ولاد في النباتية ولم يذكر في الحيوانية، ولم يذكر في الحيوانية. اذا الجدار الخلوي موجود في النباتية ولا يوجد في الحيواني. طيب تعالوا مع بعض، احنا وصلنا كده لنهاية درس
درسنا النهاردة اللي كان بيتضمن الدرس الثاني والدرس الثالث. شايفين يا شطار هنا الكيو ار كود، ممكن باستخدام الموبايل بتاعك تعمل مسح الكيو ار كود وتبدأ تدخل معايا للألعاب التعليمية اللي أنا هعرضها معاك حاليا. أول لعبة معايا تعالوا نشوف مع بعض هي ايه كده. أول جزء معايا أو نشاط معايا هنبدأ نراجعه مع بعض هو التعرف على أجزاء الميكروسكوب. هنبدأ نعمل هنا أوكي ويبدأ هو يحولني إلى الرسمة اللي ظاهرة قدامي. طبعا لو قلتلكوا يا شطار الرسمة دي رسمة إيه، هتقولي إن دي رسمة الميكروسكوب. تمام، طيب تعالوا هو حاططلي علامات كده على أجزاء معينة من جهاز الميكروسكوب. لو أنا جيت ضغطت على العلامة دي كده هيحولني إلى منصة أو صفحة مكتوب فيها بعض المعلومات. اللي أنا ضغطت عليه ده يا ولاد بيمثل إيه؟ بيمثل المنصة، المقبض الضابط، مرآة، عدسة شيئية، ذراع، ولا دي عدسة عينية يا شطار؟ تمام، أقول له ده اللي إحنا مشاورين عليه دلوقتي دي العدسة العينية، هيبدأ ينقل لي البيان ويضعه لي على الرسم. طب تعالوا نشوف اللي تحته ده كده إيه؟ ده إيه؟ عبارة عن المقبض، ما هو يا شطار الضابط اللي أنا بضبط بيه الرؤية. طيب دي العدسات التانية اللي الكام عدسة هنا دول، دول عبارة عن ايه يا شطار؟ ها سمع ولد شاطر كده بيقول لي دي العدسة الشيئية اللي بنضع تحتها ايه الشريحة عشان ابدأ افحص من خلالها الشريحة، اذا هسميها عدسة شيئية. برافو، البيان اتنقل. تمام، طب تعالوا ده ايه الجزء ده، الجزء ده ايه يا شطار؟ ها الذراع. برافو عليكم. طيب عندي الجزء ده بيشير الى ها اللي بنحط عليه الشريحة. شطار، المنصة، المعلومة بتتنقل على الرسمة. طب آخر بيان موجود عندي هي طبعا المرآة، عشان المرآة دي هي اللي هتجمع لي الضوء وتبدأ توضح لي الرؤية. نعمل هنا كده علامة صح، هيبدأ يقول لي إجاباتي كلها صحيحة ويقول لي بارك الله فيك. الرابط ده موجود يا ولاد في الكيو اند اي الموجود على الدرس النهارده. ممكن نعمل كيو ار كود تاني للكود ونبدا ندخل على اللعبه مره تانيه ونعيدها عشان نثبت المعلومه. تعالوا نتنقل للعبه التانيه ونشوف مع بعض النشاط ده. النشاط ده بيقول لي ايه يا شطار؟ صل كل بطاقه بما يناسبها. هقول له اوكي كده ونبدا مع بعض. انا عندي هنا بطاقات فارغه، لكن كل بطاقه مكتوب فوقيها عنوان معين، يعني البطاقة الأولى مكتوب عليها السيتوبلازم، البطاقة الثانية الجدار الخلوي، بعد كده البلاستيدات الخضراء، غشاء الخلية، النواة. أما تحت هنا بيكتب لي البطاقة هنا وصف للعنوان اللي فوق. يعني لو جينا نقول مثلا السيتوبلازم، هبدأ أنا أسحب له البطاقة المناسبة لي. نفتكر مع بعض كده السيتوبلازم كان ايه يا شطار؟ كان عبارة عن سائل هلامي تسبح فيه مكونات الخلية. تعالوا ندور على البطاقة اللي مكتوب فيها الكلام اللي حضرتك قلت يا معلمة، اهي ابدأ كده اضغط عليها واسحبها. تمام، طيب الجدار الخلوي، الجدار الخلوي قلنا اللي هو موجود في خلية نباتية ولا يوجد في الخلية الحيوانية. اذا نشوف العبارة اللي بتصف الكلام اللي انا قلته ده كده، اهي توجد الخلية، بيوجد في الخلية النباتية وبيحتوي على مادة اسمها مادة السليلوز، وده هناخده أيضا بتوسع الحصة الجاية. طيب البلاستيدات الخضراء قلنا اللي هي تركيب معين كده، خلايا متخصصة بتقوم بعملية اسمها عملية البناء الضوئي، والبناء الضوئي احنا عارفين اللي هو كان مسؤول عن تصنيع غذاء النبات. إذا البطاقة المناسبة ليها هقول له إن هو يتم من خلالها صنع الغذاء للنبات. فاضل عندي عنوانين ببطاقتين. البطاقة المكتوبة هنا بيقول لي الغشاء الخلية تتميز بالنفاذية الاختيارية. برافو، نسحبها كده ونحطها في مكان. يفضل عندي النواة التحكم في وظائف الخلية أو العضيات الموجودة. نيجي هنا ونقول له صح ويبدأ يديني تصحيح لإجابتي، إجابتي كلها صحيحة ويقول لي ممتاز بارك الله فيك. آخر نشاط معانا يا شطار هي اللي هنستكمله مع بعض النهاردة. دي عبارة عن مجموعة أيضا من الأسئلة، لو عملت الكيو آر كود برضو الخاص بيها هيبدأ يدخلك وتسجل بالإيميل بتاعك وتبدأ تدخل وتبدأ تختار شكل معايا زي ما احنا هنعمل مع بعض كده. أنا هختار شكل معين وأقول له دخلني اللعبة بتاعتي، ويبدأ هو، نقفل الصوت مع بعض عشان تسمعوني، هيبدأ يديني الأسئلة ويديني هنا زمن عشان يقول لك أنت في خلال 30 ثانية لازم تكون مجاوب السؤال ده، لو عدت 30 ثانية يبقى أنت أخدت إيه؟ صفر.
تعالوا نشوف مع بعض كده قبل ما الزمن يخلص مننا. تسبح مكونات الخلية في سائل هلامي يسمى ها السيتوبلازم. برافو، اداني الايموشن اللي ظهر ده وبيقول لي انت ممتازة، وهيبدأ يطلع معايا انا في سباق مع زمايلي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا تمثل النخلة، انا عندي نخلة، النخلة ده نبات كامل ولا نسيج؟ ها يلا يا شطار بسرعة، شطار، نبات كامل، برافو، قال لي انت ممتازة وهيبدأ يطلعني الى مركز اول، بيجري بيا اهو يا شطار. تعالوا نستكمل مع بعض. ها السؤال اللي بعده بيقول لي مكون بالخلية يتميز بالنفاذية الاختيارية، هل الجدار الخلوي ولا غشاء الخلية؟ بسرعة يا شطار، غشاء الخلية. لسه معايا 7 أسئلة، يلا بسرعة يا شطار. السؤال رقم 4، يتكون الجدار الخلوي من مادة السيتوبلازم ولا السليلوز؟ السليلوز، صح، برافو عليكم. وبنركب برضو، بنتقدم في المركز بتاعنا. نكمل مع بعض السؤال الخامس، أول من استخدم كلمة الخلية هو العالم روبرت هوك ولا نيوتن؟ على فكرة الاسمين سمعناهم في السنين السابقة، لكن أنا سمعت هو اسم عالم واحد سمعناه النهاردة، هو مين يا شطار؟ روبرت هوك. نستمر مع بعض في السباق بتاعنا ويجي للسؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لي هو حاطط لي هنا كده، وضع لي صورة للخلية وبيقول لي تفحص الشكل المقابل جيدا، يمثل هذا الشكل خلية حيوانية ولا نباتية يا شطار؟ ها ايوه برافو عليكم، خلية نباتية. نستكمل مع بعض، وصلنا للسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 معايا بيقول في الصورة المقابلة، أيضا أدي عندك صورة أهي، في الصورة المقابلة يسمى هذا الجهاز تلسكوب ولا مايكروسكوب؟ برافو عليكم، صورة دي بتخص الميكروسكوب، وقلنا له أنواع عديدة. نستكمل السؤال رقم 8 مع بعض، يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة، طبعا عندي هو حاطط لي صورة عشان تبدأ تلاحظ الصورة ومن خلالها تبدأ تجاوب، يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الخلايا ولا مجموعة من الأجهزة؟ اللي ظاهر قدامك دي إيه يا شطار؟ أجهزة، يبقى نقول له على طول هي مجموعة من الأجهزة زي الجهاز الهضمي، التنفسي، الدوري، جميع الأجهزة اللي احنا عرفناها وهنعرفها إن شاء الله. معايا السؤال رقم 9، يتكون جسم الإنسان من كام مستوى؟ ها يلا يا شطار، فاكرين لما قسمناهم كده مع بعض وقلنا جسم الإنسان ثم الأجهزة ثم الأعضاء ثم الأنسجة ثم الخلايا، عدينا مع بعض كام المستوى دلوقتي؟ يبقوا 5. آخر سؤال معايا ويبقى كده وصلنا للمركز الأول في إجابة الأسئلة الصحيحة، إحنا أسرع ناس بنجاوب مع بعض. آخر سؤال بيقول الشكل اللي قدامي هنا بيقول لي، طبعا ده الميكروسكوب بيوضح الشيء المراد تكبيره وفحصه، يضع تحت شيء تحت انهي عدسة؟ اللي بيكبر الشيء ده، يعني انا حطيت دلوقتي معايا عدسة او معايا جسم معين عايزة اكبره، هضعه تحت العدسة الشيئية ولا العدسة العينية يا شطار؟ بسرعة، العدسة الشيئية، برافو عليكم، كده حلينا ال10 أسئلة وبدأنا نصل إلى المركز الأول. وانت بتلعب اللعبة دي هيديلك ويقولك انت كده وصلت درجة 10 من 10 وحليت جميع الأسئلة وأخدت المركز الأول في إجابة الأسئلة. كده احنا وصلنا يا شطار لنهاية درسنا. تعالوا نرجع الأول للباور بتاعنا. احنا وصلنا مع بعض ان عندي الشريحة، اول شريحة هنا يا شطار، نعمل اول عرض كده مع بعض عشان نبدأ نشوفها، الكيو ار كود بتاع اللعبة الاولى ثم الكيو ار كود بتاع اللعبة التانية واللعبة التالتة. بعد كده يا شطار هيبقى عندنا الاداءات المنزلية اللي هو الواجب المنزلي، عندنا ايضا في الكيو اند ايه موضوع عندك رابط للواجب المنزلي هتقدر تحله الكتروني وتوصل للاجابات، بالإضافة إلى عندك الصفحة دي كده بتمثل الأداءات المنزلية اللي أنا هسيبها لك
انت تحلها بالإجابات الصحيحة وتبدأ تشوف إجاباتك وتراجعها من الكتاب. بعد كده هيجي عندي النشاط، وهي صورة بسيطة كده بنعرضها مع بعض، وبقول لك اتعرف على الجهاز بالصورة أعلى موضحا استخدامه، هي تتعرف على الجهاز ده اسمه ايه وبنستخدمه في ايه، وتتعرف على البيان رقم 1 والبيان رقم 2. ده النشاط الخاص بدرس النهاردة. في الآخر خالص عندك التقييم الأسبوعي في مجموعة من الأسئلة زي ما احنا شايفين مع بعض، الإجابة هنا اختيار من متعدد، وعندي الجزء الآخر من التقييم الأسبوعي عبارة عن أسئلة مقالية، ماذا يحدث عند دخول كمية كبيرة من الماء، السؤالين أسئلة مقالية وإجابتها بسيطة جدا. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا درس النهاردة، وان شاء الله عندنا اخر باركود موجود معايا هندخل عن طريق برضو الكيو ار كود بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.